ايه رايكم بقى نخش على المتحف بتاع نيسان اللي كان اصلا هي ايه اصلها داتسون سنة 1933. اللي عايش منكم من سنة 33 لغاية النهاردة هيعرف ويسترجع الذاكرة والتاريخ ويشوف العربيات دي يقول ياه عالزمن. او اللي بيتفرج على الافلام العربي القديم اكيد هيكتشفها ويعرف ان دي نيسان اللي اصلها داتسون. دي كان سي عربية سنة كام؟ ايوه 1936. بصوا شكلها، بصوا جمالها وحلاوتها، كلاسيكيتها عاملة ازاي، بص المساحات عاملة ازاي. ايوه المساحين، مساحة واحدة بس. عربيات ايه دي؟ الكوبي عنده، الكوبي سنة 1937 داتسون اللي هي دلوقتي بقت أصبحت نيسان. بصوا الجمال، في كده مهما تقول لي اي معرض لمعارض السيارات الكلاسيكية عمرك ما هتوصل للجمال ده. شوفوا بقى تطور الصناعة سنة 50 اهي، طورت صناعتها من الشكل اللي فات ده لشكل تاني خالص. العربية دي انا فاكرها كويس، لو تفتكروا العربية دي ظهرت في أفلام عربي فاكرينها؟ مش دي شبه عربية كانت عبد السلام النابلسي مع عبد الحليم حافظ؟ أعتقد إن هي دي، لو أنا ما خدتنيش الذاكرة واللي سامعني يعدل ويقول تقريبا هي دي. نشوف بقى اما اتطورت تاني في 55 عملت ايه، وبعدين بدأت بقى ايه تخلي الفوانيس مختلفة شوية وخدتها كده كل واحد على ايه على طرف الرفرف بتاعها مقدمة السيارة. 58 لاحظوا معايا عملية المرايات الجانبية، العربيات ما كانش فيها مرايات جانبية إلا وده واضحة جدا دلوقتي في 59. موديلات 59 بقت فيها مرايات جانبية، قبل كده ما كانش فيه مرايات جانبية، كان كلها مرايات أمامية بس ما كانتش واضحة قوي. أدي المرايات الجانبية هي بدأت كمان سنة 59 وبعدين أمامية، يعني اختلفت في سنة 1960 أهي. متعة تانية خالص في عالم السيارات، تدخل متحف من المتاحف دي بتحكي لك حكايات كتيرة جدا، تطور الصناعة، وأكيد التطور ده راجع لاحتياجات الإنسان. يعني هم ما بيعملوش أي تطور في التكنولوجيا بتاعتهم أو في صناعة الخاصة بالسيارات إلا لما يكونوا هم شايفين إن الإنسان بيتطور وفي احتياج لهذا التطور. نقف لغاية هنا مع التحف الجميلة دي من داخل متحف نيسان في اليابان. كنا معاكم الأهرام أوتو.